ورجعنا لكم وبداية فقرتنا الأهلي خط أحمر. الجو منعش وجميل، أنا في غاية السعادة. أهلا بك يا فارس، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في يوم عظيم من بدايته حتى نهايته إن شاء الله. يوم جميل، الأهلي دايما لما بيفوز ويكون كمان الفوز أكبر فوز في تاريخ دوري المجموعات للنادي الأهلي وأول فوز للأندية المصرية في الكونغو الديمقراطية، بالتأكيد لازم نكون في غاية السعادة. نتيجة كبيرة ونتيجة مهمة كمان. الأهلي دايما بيدي دروس، وانت مشجع للنادي الأهلي لازم تبقى عارف انك محتاج تصبر، محتاج تثق في فريقك، محتاج تصدق. دي أهم حاجة، محتاج تصدق. واحنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت الوضع كان مختلف، ناس كتير جدا وانا جاي بتكلمني في حتة، انتوا المرة اللي فاتت اتكلمتوا في ثلاث نقط، الثلاث نقط غريبة جدا ان هم كانوا محور المباراة. اتناقشنا المرة اللي فاتت في البداية بشريف والدفع ببواليا في ظروف افضل، اتناقشنا في ان لازم نستغل الشوط الاول وننزل باستراتيجية مختلفة ان احنا نسجل من البداية، اتناقشنا كمان في فكرة تقسيم المباراة وفي أهمية دور قفشة للجمهور وسجل النهاردة. أعتقد كنا محضرين كويس. الحمد لله، توفيق من عند ربنا، توفيق كبير جدا بيصاحب النادي الأهلي في المباراة دي. التوفيق اللي غاب عنك المباراة اللي فاتت، كرة القدم على المدى البعيد دايما عادلة، بس احنا ما استنيناش كتير، يا دوب مباراة العودة وكانت العدالة من كل شيء، العدالة اللي حيرت البعض. ازاي في الجو الحر والرطوبة العالية والقلق من الأجواء الصعبة ينزل مطر غزير، درجة الحرارة تكون 27، موسيماني يكون في أحلى مبارياته، اللاعبين يكونوا في أحلى مستوياتهم، مباراة تكون بمزاج، مشكلة الشوط الأول تنتهي بهدفين في أول تلت ساعة، أداء ولا أروع، كمان تشكيل ولا أروع، كل شيء يكون معاك حتى في الشوط الأول والشوط الثاني. أخطر كورتين لفريق فيتا كلوب، واحدة في القائم والتانية في العارضة، كل شيء حدث في المباراة الأولى تغير تماما في المباراة الثانية، وكأنها بوادر العشرة إن شاء الله. إن شاء الله يا أسامة. واللي اتغير مش مجهود النادي الأهلي فنيا، اللي اتغير جزء من حظ الأهلي، اللي دايما الناس بتتكلم عن إن الأهلي معاه حظ. بالعكس، مباراة بتتعادل فيها مع فيتا، ضرب الجزاء اتكلمنا عنها كتير جدا، بتضيع كتير جدا، وبتنزل المباراة زي ما قلنا هنا، المدير الفني الجيد مش هو اللي ما بيغلطش، مفيش مدرب في العالم ما عندوش أخطاء، ولكن المدير الفني الجيد هو المدير الفني الأقل أخطاء، واللي أهم كمان بيقدر يعالج الأخطاء. المرة اللي فاتت زيرو محاولات كان فيتا بيعملها، ولكن قدر بالعكس من محاولات مش مرتبة يسجل فيك هدفين. المباراة دي زيرو محاولات اون تارجت لفيتا على ملعبه، شيء صعب جدا، وصعب انك تروح تقابل فريق على ملعب ترتان واخد على سرعة الكرة فيه واخد على الأجواء فيه ويعمل صفر محاولات اون تارجت، في الوقت اللي انت بتعمل خمس محاولات على المرمى اون تارجت بتسجل منهم ثلاث أهداف. هنا الموضوع اتعالج كويس من بداية المباراة، تقدر تشوف كويس قوي ان موسيماني غير اهم حاجة شخصية الفريق، وهي في ايه؟ كرة محمد شريف في بداية المباراة بتعلن عن فرصة شبه محققة، بتضغط جامد جدا، بتوضح ان انت نازل من اول ربع ساعة زي ما انت قلت يا أسامة عايز تخلص المباراة، وده بيعكس تصريحات موسيماني اللي قال انا مش رايح المباراه دي اطلاقا عشان خاطر العب على تعادل، انا رايح العب على الفوز. اعتقدت ان هو تصريح دبلوماسي، بس لما شفت في الملعب اكتشفت ان التصريح ده كان بيتسو موسيماني بيقوله وهو عارف هيعمل كويس قوي. بعد مباراه الاتحاد اللي في الدور الثاني او في بدايه الدور الاول في الدوري، كان بيتسو موسيماني لعب مباراه مع الاتحاد في كاس مصر، كانت المباراه صعبه جدا، حسمها حمدي فتحي وطبعا قفشه الحاسم بهدفين بعد ما كان الاتحاد متقدم 1-0، وبالفعل كان النادي الاهلي بيعاني فنيا في هذه المباراه. جينا في بدايه الدوري، بيتسو موسيماني مع حسام حسن بيسجل رباعيه، والنادي الاهلي بيستحوذ تماما على فكره الملعب وازاي بيقدر يسجل هدف. وقتها انا قلت صعب جدا تقابل بيتسو موسيماني للمره الثانيه وتكون موفق قدامه. بيتسو موسيماني المدير الفني اللي بيذاكر قوي المنافس، وبيسمح لك فقط لا غير بمباراه واحده،
المباراة التانية هتكون صعبة عليك جدا جدا جدا، وده اللي حصل مع فيتا كلوب. درسوا بشكل كبير جدا، عرف ازاي يلعبوا. النهارده بتلعب 4-4-2 فلات، عندك أفشة اللي كنا بنتكلم ازاي بيروح يلعب وينج، النهارده عنده تحركات عبقرية على الجانب الأمامي. جونيور أجاييه إن كان بيلعب على طول وينج، محمد شريف مع مروان محسن، مروان محسن اللي المباراة التانية على التوالي بيعمل أسيست. النهارده استفدنا استفادات كبيرة جدا من الخط الأمامي، مروان محسن أسيست، محمد شريف بيسجل هدف، بينزل وولتر بواليا بعد حالة من عدم التوفيق بشكل كبير جدا في الوقت الصغير أو القليل اللي يلعب فيه وولتر بواليا يعمل أسيست، ده اللي المفترض نبني عليه. الثقة اللي بترجع للخط الأمامي وتحديدا ثلاثي رأس الحربة محمد شريف مروان محسن وولتر بواليا ده لازم نبني عليه. كمان طاهر محمد طاهر وهو بيسجل، وقفشة اللي بيعوض الكرة اللي زعلت جماهير النادي الأهلي في الدقيقة 88 بهدف من نوعية قضية قفشة، هدف بعد تمريرة رائعة من السولية يقدر يسجل هدف تاني عشان نقتل المباراة تقريبا في أول تلت ساعة.